Thank you.
Thank you.
وانا ايه فين فين
All right.
ولسه مكملين مع حضراتكم في الريمونتادا، وطبعا بعد نهاية مباراة الترجي والنادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطبعا يمكن حضراتكم كلكم تابعتوا المباراة وتابعتوا نتيجتها، المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباراة يمكن كانت مباراة مقفولة بشكل كبير، مباراة يمكن برضو ما فيهاش فرص كتيرة يمكن سواء للترجي أو للنادي الأهلي، وكان كل فريق بيسعى ان هو يعني لو ما خطفتش فانا مش عايز اخسر، وده كان شعار الترجي من بدايه الماتش، وفي نفس الوقت كان شعار النادي الاهلي. اللي بيحبوا يتفرجوا على فنيات ممكن ما كنتش حضرتك شفت مباراه فيها فنيات عاليه، ولكن خلينا نقول في الاول وفي الاخر طبعا يمكن عودة النادي الأهلي بتعادل ثمين من رادس أكيد برضو نتيجة كويسة، ويمكن إحنا كنا دايما بنقول الخسارة برة بتبقى وحشة، الخسارة برة ممكن تعمل لك مشكلة، ومع ذلك النادي الأهلي بيرجع بتعادل. الأسبوع اللي جاي وفي استاد القاهرة وقدام مش أقل من 60,000 مناصر أهلاوي، أعتقد الوضع هيختلف بشكل كبير، خصوصا ان احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم اليومين اللي فاتوا بنقول ان الفوارق الفنيه كبيره ما بين الاهلي والترجي، وانها كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي. زي ما بقول لحضرتك كده، الاسبوع اللي جاي وفي استاد القاهره ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحسم البطوله والنجمه رقم 12، وكلنا عارفين ان النادي الاهلي نادي كبير ومعودنا على كده. أكيد عندنا كلام كتير نتكلمه في المباراة، ولكن خلوني طبعا في البداية أرحب بأخويا الكبير وضيفي نجم مصر والنادي الأهلي السابق الكابتن عماد النحاس. يا عمدة يا كابتن، بركة منور الدنيا ومنورني كالعادة. الله يكرمك، استمتعت معاك كده وإحنا قاعدين بنتفرج على المباراة. مباراة مقفولة، نتيجة 0-0 من النتائج اللي ممكن تخدعك. الشوط الأولاني خلص مقلقة يا عماد، نتيجة 0-0 شوية بعض الشيء طبعا، يعني لكن الناس ابتدت تقول لك يا ريت كان المباراة مثلا خلصت 1-1، يعني 1-1 كانت 1-1 هي لمصلحة النادي الأهلي، لأن كل حاجة بتترتب على المباراة الأولى. ده المباراة الأولى هي اللي بتحدد لك أنت عايز من المباراة الثانية، سواء كانت النتيجة مكسب أو تعادل أو خسارة، خلاص أنت عارف المباراة التانية هتعمل إيه. نتيجة تعادل 0-0 فيها حاجات كتير، وارد إن أنت تفضل طول المباراة كسبان 1-0 يجي فيك جون في نهاية المباراة أنت خسرت بطولة، 0-0 وممكن يجي فيك جون أنت خسرت بطولة، فهي هي هي حسابات صعبة. لكن خلينا بركات أقول لك إن الفريقين قد إيه كانوا محترمين بعض جدا في الملعب من أول المباراة، كان في تحفظ كبير قوي جدا، فرص يعني فرص بسيطة، ومش فرص كمان اللي هي ان هي الفرصه الاولى بس للترجي هي اللي هدف، ممكن يكون كمان من الاهداف اللي هي المؤكده يعني. بعد كده بنقول محاولات، بعد كده محاولات، محاولات. كلها محاولات، كلها انصاف الفرص يعني ما تكملش ان هي تبقى فرصه. الاثنين كان مفاتيح اللعب متفله خاصه على اطراف الملعب، سواء لبيرستاو وحسين الشحات لساسي وغشه، روس الحربة برضو ما ظهروش، يعني أقصى حاجة كان بيعمل راس الحربة أن يكون محطة ياخد فاول محاولة، لكن أقول لك رودريجو ليه محاولة، وسام أبو علي ما كانش عنده أن حد يساعده أكتر
ويلعب على المرمى، فكان منعزل تماما، لكن ساعد زمايله كتير في المجهود اللي اتبذل اثناء المباراه. مباراه يعني كان الواحد متوقع ان يشوف فنيات اعلى. هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك يا عماد، يعني انت مارسيل كولر في مباراه زي دي ان انت تشوف المباراه يعني تحفظيه، ده هو معذور. هو في الاخر بيلعب في تونس، بيلعب بره ملعبه، يهمه ان هو ما يخسرش، فيمكن الموضوع بالنسبه لكولر يبقى مقبول شويه. ولكن بالنسبه لكاردوزو المدير الفني لفريق الترجي، ليه ما حسيناش ان الراجل عايز يخاطر وباي شكل عايز يكسب؟ فيه بركات، انا شفت للترجي المباراتين الذهاب والعوده لسان داونز نفس الاسلوب، لكن اللي فارق بس انه سجل في المباراه الاولى في تونس، وفارق المباراه الثانيه انه برضه بنفس السيناريو سجل، فحب يعيد نفس السيناريو مره ثانيه مع النادي الاهلي. تحفظ، ما عندوش ان انا غامر، ان انا اعمل اي شيء مختلف، خاصه من لعيبه نص الملعب اللي بتكمل في ظهر الفراوده. المجموعه اللي قدام لما تقفل على مفاتيح اللعب، ويمكن كمان النادي الاهلي خسر مفتاح مهم جدا طبعا النهارده علي معلول، لكن ما حسيناش بغياب علي دفاعيا، لكن انا حسيت بغياب علي هجوميا. ودي من الاجزاء اللي كان ممكن بيفكر كاردوزو انه يلعب عليها. واعتقد دلوقتي يعني انت يمكن واحنا بنتفرج مع بعض كانت تيجي بعض المرتدات وما يبقى في مساحات في دفاع الترجي خصوصا في الشوط الثاني، كنت انت بقى بتيجي تقول ايه هنا كانت هتبقى خطورة علي معلول. هنا انت تقدر تقول ان النادي الاهلي افتقد لعلي معلول. لعلي معلول اكيد في الثلث الاخير مع الجزء الاخير طبعا احنا شايفين كده، بدون قطع كلامك يا عمده، يعني واضح ان الموضوع مش بسيط، يعني هنا شايفين محمود متولي وكهرباء يعني شايلين، مش قادر يمشي علي معلول. طبعا بنقول له الف سلامه طبعا، يعني هو طبعا في اربطه الكاحل، واضح ان هو عنده مشكله وهنتاكد، والف سلامه عليه طبعا، لان هو طبعا يعني عنصر مهم جدا، يعني مفتاح مهم جدا، مفاتيح لعب النادي الاهلي الهجوميه. اكيد في وقت بدل الكوره في النادي الاهلي عدت لنص الملعب وانت عامل الاستحواذ، وحسين الشحات يقدر يشتغل اثنين على واحد او اثنين على اثنين، الاثنين بيعملوها كويس جدا. كريم فؤاد دفاعيا كان كويس جدا. برضو انت مأهل اللعيب او انت استعداد اللعيب في الوقت ده، يعني كريم بيلعب باك يمين، النهارده لعب باك شمال، ممكن كان يلعب على اطراف الملعب سواء يمين او شمال. الاصابه بدري، يعني الاصابه علي معلول بدري، مش مثلا مش بعد لما انت خلاص شفت المباراه، لا ده لسه المباراه في اولها. فانا برضو كريم لازم برضو يتوجه له الشكر على المجهود اللي اتعمل، وتقدر تبني عليه في المباراه الثانيه. ما بقى يعني رغم ان هو كان بديل ونزل على طول في بدايه المباراه، ولكن يعني حتى هو قفل مكانه بشكل كويس، وما بانش اي نوع من انواع الثغرات حتى في ظهره على مدار المباراه كلها يعني. ودي اللي انا لو هرجع تاني بقى لكاردوزو، كان من الحاجات اللي هو بيشتغل عليها او بيفكر، اللي هي الهجمه الاولى اللي في الدقيقه 5 للترجي في ظهر علي معلول. فده تفكير ان ينزل حد هنا يقفل يعمل واجب دفاعي اقوى من الواجب الهجومي. ده هنقول بقى حظ النادي الاهلي ان التغييره دي تتم، لان كان ممكن الكره دي تتكرر، خاصه ان علي عنده النزعه الهجوميه اكبر. ممكن في مباراه مازيمبي علي ما كانش بيتقدم كتير، كان وارد النهارده ما يكونش فيه تعليمات، احنا لسه احنا شفنا 5-6 دقايق بس اثناء المباراه اللي كان موجود فيها علي معلول في الملعب. السيناريوهات في جوه الملعب مش كتيره، يعني انت امام عاشور تصويبه واحده. انا بس قبل ما ارجع يعني قبل ما نخرج من حته علي، لان زي ما بقول لك علي مهم جدا. طب علي يعني احنا شفنا الصوره، ما تضمنش يعني صعب، ربنا يشفيه يعني، ما انا نفسنا ان الراجل دوت يبقى موجود، زي ما بقول لك لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، ولكن حتى في القاهره وهتلعب بشكل مختلف وباسلوب مختلف، لو علي مش موجود برضو كريم فؤاد اللي يلعب في المكان دوت. انا بشوف المتاح حاليا من المجموعه الموجوده هو كريم فؤاد. كريم فؤاد واداؤه في المباراه الاولى يساعدك ان انت تلعبه، خاصه ان انت مش مجهز حد بيلعب برجليه الشمال. لما غاب علي كان موجود في الدوري عمر كمال، كريم الدبيس مش موجود الفتره الاخيره، هل يبقى متواجد؟ كوكا كان بيلعبها بس زمان قوي يعني، دلوقتي ممكن. خلاص كوكا دلوقتي حتى كوكا ما كانش جاهز وكان مصاب، ما نعرفش اذا كان هيبقى لو هيلحق يلعب. لكن انا بشوف هو كولر على 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 زي ما احنا بنشوف اثناء اللعب دايما بيحب اللعيب الجاهز بركه، يعني الاجهز او اللعيب اللي لعب اللي خد رتم المباراه اللي دخل في وسط زمايله، حتى اللي بيرجع على طول بيديله حتى بيصبر عليه يعني برضه هقول لك احمد حمدي عبد القادر لما لعب
خد استمراريه، فاللي بيلعب مع كولر بيكمل بياخد استمراريه، ممكن يبقى بديل اثناء المباراه يعني يغير، يبتدي ويغير. نفس الكلام لحسين الشحات، وقته قليل وبعدين النهارده يبتدي. نفس الكلام لبيرسيتاو، وقته صغير وبعدين هو اللي يبتدي. لرضا سليب، لكن انت عندك مفاتيح لعب. اشوف ان المباراه الضغط اللي كان موجود على الفريقين قبل المباراه واحترام الفريقين لبعض، انا هسميها احترام الفريقين لبعض مش خوف الفريقين من بعض، كل واحد طبعا خايف ان هو يخسر. هو ده نهائي يعني. وكل لعيب في الملعب مش عايز يعمل اي اخطاء، وكل لعيب مش عايز يعمل مجازفه، يعني حسين الشحات في كرات، لو حسين في ماتشات اهدى من كده اللي هو انا عديت لجوه الملعب، انا ممكن اعدي تاني بره الملعب عشان اشتغل في مراوغه واتنين مره تانيه. حسين يقدر يعمل كده؟ كان يقدر يعمل كده. لكن انت بتفكر في حاجه واحده بس، ان انت تعدل عشان تخش جوه الملعب عشان تطلع. طبعا ديت بعض اللقطات طبعا من كواليس النادي الاهلي في تونس، ده كانت قبل اللقاء طبعا، والدعم اللي متعودين عليه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. اتفضل يا عمده. ده اكيد ده الاتجاه للملعب او قبل ما اللعيبه قبل الماتش هم بيكون في برضه مسانده من كابتن خطيب، بيدي من نوع من انواع طبعا التحفيز، يعني اسطوره النادي ورئيس النادي لما بيبقى موجود معاك في الاوتيل ومستنيك بعد المحاضره ويسلم عليك. كابتن خطيب دايما في النهايات حريص ان هو يطلع بنفسه، بتبقى فارقه معاك برضو كلاعب يعني بشكل كبير، يعني تديك مسؤوليه اكبر. وده انا هقول لك اللي احنا شفناه النهارده برضو في اثناء المباراه، اخطاء مش كتير، يمكن الاثنين الحراس ما فيش حاجه خطيره، ما فيش حاجه خطيره على الاثنين، سواء كان مصطفى شوبير او امان الله مميش. الاثنين مادين في البطوله بشكل كويس جدا، الاثنين النهارده بيحافظوا على شباكهم كلين شيت. شوبير النهارده بيبقى المباراه الثامنه، نفس الكلام لماميش برده النهارده تقريبا خامس او سادس مباراه. لو رحنا بركات للارقام اللي قبل المباراه هتلاقي الفريقين قريبين من بعض، رغم ان ارقام النادي الاهلي اعلى. اهلي طول البطوله دخل فيه هدف. الترجي دخل فيه ثلاث اهداف وكانوا في الهلال في مباراه واحده. الاثنين غيروا في حراسه المرمى، يمكن النادي الاهلي مع اصابه طبعا الشناوي اللي النهارده الحمد لله كان موجود، وكان موجود احتياط النهارده، وان رجوع الشناوي يدي برده قوه لشوبير اثناء اللعب. الناس اللي بتتكلم على هو دور الشناوي كمان كان مهم قوي، كمان هو وعلي معلول بالذات يعني على طول اجتماعات مع اللعيبه في خلال اليومين اللي فاتوا يعني. اكيد عشان كده بقول لك هو وجوده مع الفرقه، وجوده كمان على الدكه مهم جدا، رغم ان طبعا الشناوي قيمه كبيره وواحد من رقم واحد في حراس المرمى في مصر. فترة الإصابة كانت بعيدة، تألق شوبير وزي ما قلت لك لكولر الجاهزية هي اللي ادت لشوبير. يمكن أنا كان ليا لقاء هنا مع ميدو لما اتسأل أو كان خد وقت في الإعلام بعد مباراة مازيمبي مين اللي هيلعب، فأنا قلت له رأيي لو الراجل بيفكر في الشناوي لازم يديله في الأربع مباريات. الشناوي ما خدش في الاربع مباريات، فكان اللي موجود النهارده الطبيعي اربع مباريات اللي هو في الدوري اللي هي البلديه، على اساس ان انت لما حارس المرمى بركات محتاج ان هو يلعب. ثانيا ده برده نهائي افريقيا، على الرغم الخبرات اللي موجوده مع الشناوي تاهله ان هو يلعب. لكن برده اداء شوبير كان لازم الناس تتكلم، هو اللي فرض نفسه على الناس لازم ده ما كانش يعني حاجه غريبه ان الاعلام او الناس تتكلم مين اللي بقى موجود، لا كله حريص ان اللي بقى موجود. وده برضو كان من رأيي إنه هو الحارس اللي هيلعب، يعني مش هو عشان شوبير لو قعد كان الشناوي لعب هتبقى مشكلة، ولا الشناوي هو اللي شوبير اللي لعب. المصلحة العامة قبل أي حاجة. مظبوط، الاثنين هم اللي هيودوا النادي الأهلي إن شاء الله للفوز بالبطولة إن شاء الله. طيب أنا يعني عايز أقول لك يا عماد كده، التشكيل اللي بدأ بيه مارسيل كولر والتشكيل طبعا معاك، هل تتفق معايا ان هو ممكن يكون التشكيل الانسب ان هو كان لازم يبدا بيه المباراه؟ من وجهه نظر هو الانسب في الورق المتاح بالنسبه لك، هو الانسب. شوبير في اخر المباراه هو اللي موجود خط الدفاع، الاربعه هم اللي موجودين في غياب ياسر ابراهيم، رامي هو اللي لعب الفتره الاخيره، واجاد حتى مع دخول متولي كان برضو الناس كان في جزء في اخر يومين متولي ولا ربيعه والاختلاف على مكان، لا زي ما قلت لك برضو عبد المنعم وربيعه في خط الدفاع يمكن الاثنين الوحيدين اللي ما كانش دخلوا في الروتيشن في التغيير. كل عبد المنعم تقريبا خد انذارات ورامي تقريبا خد انذارات، كل واحد فيهم غاب مباراه لوحده يعني ما غابوش الاثنين مع بعض. في نص الملعب وجود مروان عطيه مع اكرم، الاثنين بيدوا لك قوه، الاثنين عندهم الرئه والجري واستخلاص الكوره. امام عاشور رغم غيابه فتره لكن رجع في المباريات، خد زي ما قلت لك برضه بياخد وقت. على الرغم النهارده امام كان هو من مفاتيح المكسب للنادي الاهلي، واللي كولر كان بيشوف ان هو اللي كان ممكن يكسبك زي التصويبه اللي اتشاطت من بعيد او بتمريره زي ما امام كان معودنا.
فانا بشوف ان ده افضل تشكيل مع التغييرات اللي تمت. حسين الشحات 90 دقيقه وبدل ما فيش مباراه بركات في النص، فما اظنش ان الراجل كان محتاج ان هو يغير من بدري زي ما كنا الناس بتطالب دايما كولر. وده يوديك كمان يا عماد ان الراجل هو كان بيفكر يعني انه فعلا ان هو لو ما خطفش التعادل نتيجه كويسه، فالدنيا ماشيه بالنسبه لمارسيل كولر كويس واللعيبه بتادي، وبالتالي موضوع التغييرات كان متاخر ومش مستعجل. ما بيحتاجش ان هو يغير طول ما اللعيبه قادر. انا ملاحظ ان في تغيير بيرسي تاو كان ممكن يبقى حسين، لكن بعد الكرة اللي اتعملت من تقريبا من قفشه اللي بيرسي تاو ما سيطرش عليها راح يعني اعتقد ان وبعدين ممكن يكون الراي اتغير. شفنا الكابتن خالد بيبو طلع للحكم الرابع وقال له حاجه ان تاو ان ممكن يكون هو الـ 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 الاداء نزل ممكن بالنسبه له شويه مع اخر الست سبع دقايق ان هو اللي غير. وجود تغيير امام عاشور مع قفشه، يعني الراجل مجهز. خلينا انت بتسالني على التشكيل، فهو التشكيل ده الانسب. والتغييرات مش هقول ان هي اتغيرت زي كل مره، لان الاداء اللي في الملعب ما كانش ينفع ان لعيب ينزل على الريتم اللي موجود في الملعب والضغط اللي كان موجود في نص الملعب ومفيش مساحات ان انت تقدر تشتغل. نزل قفشه قدر ان هو يعمل لك الاستحواذ اللي تكمل بيه العشر دقايق اللي في الاخر ويامن لك ان الكوره تبقى موجوده في نص ملعبنا فيها امان، في موجوده في نص ملعب الترجي يبقى فيه امان، ما تخسرش الكوره باستمرار. وده اللي شفناه لما تلاحظ الاستحواذ في اخر ربع ساعه. هتلاقيه ممكن نادي الاهلي، مش هقول لك 50-50، ممكن نادي الاهلي في اخر ربع ساعه كان اكتر. وده اللي انا كنت هسالك فيه بعد الفاصل، رغم ان النادي الاهلي لعب مباراه فيها تحفظ سواء الشوط الاول او الثاني، ولكن ليه الاستحواذ كان عالي للنادي الاهلي بشكل كان كل الناس شايفاه عن الشوط الاول. هنطلع فاصل ومكملين مع حضراتكم في الريمونتادا. لسه مكملين مع حضراتكم في الريمونتادا، وطبعا بعد المباراه وتعادل النادي الاهلي سلبيا مع الترجي، مع طبعا دعواتنا كلنا ان شاء الله ان يوم السبت اللي جاي يبقى يوم التتويج بالنسبه للنادي الاهلي والنجمه رقم 12 باذن الله. عماد قبل الفاصل كنت بسالك ليه الشوط الثاني بقى واضح ان الاستحواذ بتاع النادي الاهلي افضل من الشوط الاولاني، وبعدين بقيت بتروح للمرمى بشكل اكتر، في بعض الاوقات كان في وفره في العدد، في بعض القرارات اللي كانت متسرعه، لو كانت قرارات تانية كانت ممكن تزيد شكل الخطوره اكتر، في كره بيرسي تاو اللي هو كان لو قدر يوقفها كان هيبقى انفراد، في تسديدات. شفنا وضع بالنسبه للنادي الاهلي مختلف شويه. هو دخول النادي الاهلي بناء على المباراه وتقسيمه مستر كولر على للمباراه. تحفظ ما يجيش في الجول، ازاي تعدي اول ربع ساعه، واحنا اتفقنا ان اول ربع ساعه كان على النادي الاهلي الهجمه الخطر اللي في اثناء المباراه في 90 دقيقه او اكتر من 90 دقيقه. الربع الثاني برضو سجال وضغط في نص الملعب، وكل فرقه على حسب اسلوب الضغط اللي كان بيتنفذ. وشفنا كمان لو الترجي 4-1-4-1 في طريقه اللعب في الضغط بالذات على لعيبه نص الملعب، وده اللي كان عامل لك مشكله ان انت في خمسه وتحتيهم الديفندر وهو بتاع التجولي اللي كان معظم الكرات هو اللي بيعمل لها استخلاص. اعتقد ده ممكن يكون هولو او ممكن يكون اكتر لعيب عمل استخلاص لمس كوره النهارده في الملعب. النادي الاهلي الشوط الاولاني الخروج بكره كان هو اللي صعب شويه. الاستحواذ كان ما بين رامي ومنعم في الخط الخلفي، بعد ما بيتعدى نص الملعب كان بيبقى عندك صعوبه مع الضغط اللي كان على حسين الشحات وبيرسي تاو وكمان وسام، فادوا كور كتير اثناء الضغط. المسانده ليهم من نص الملعب شويه كانت شويه قليله ان انت تقدر تعمل استحواذ، وده اللي كان العكس تماما الشوط الثاني. شويه اكرم مع مروان عطيه في نص الملعب اتحرروا شويه في نص الملعب وبدأوا يظهروا اكتر لمنعم ورامي. وكمان الشوط الثاني بركات انت اكتسبت ثقه ان الشوط الاولاني خلص 0-0، وكمان بدات تفكر ازاي تعمل استحواذ عشان تجيب جون استحواذ ايجابي. وده الوقت كنت بقول لك فيه لما تعمل استحواذ ايجابي وتوصل للثلث الاخير انت محتاج هاني او بيرسي تاو يوصل لغايه الخط عشان يعمل مثلا بالعرض عشان تشوف وسام ابو علي في الحاجات العاليه.
تقدر توصل للثلث الاخير عشان تشوف تصويبه مثلا من امام عاشور، وده حصل الشوط الثاني. حسين الشحات لو في ظهره بيجي من ظهره بيساعده علي معلول، كان علي هو اللي بيوصل للخطوط عشان يعمل الكرات العرضيه. ودي اللي احنا اتكلمنا في حاله غياب علي معلول، كان الشكل عامل ازاي الشوط الثاني. برضو العامل البدني فرق معاك كتير، جاهزيه لعيبه النادي الاهلي واضح الحمد لله ان هي كانت الافضل. الضغط العصبي كان اكتر على لعيبه الترجي، خاصه ان هو ما عرفش يسجل، خاصه ان هو ما عرفش يعمل فرص خطر كتير على النادي الاهلي. وده بان مع مرور وقت المباراه، يعني انت كل شويه كان كل ما الثقه بتزيد عند لعيبه النادي الاهلي، وتحس ان الترجي خلاص يعني هو سلم بالتعادل يعني. ومن هنا بدانا نشوف تصويب على المرمى، بدانا نشوف بيرستاو جوه ال 18، بدانا نشوف وسام بيقدر يعمل محاوله، تقدر تشوف باص قطر يقطع الخطوط ويوصل في ظهر الاثنين. انا متوقع يعني كنا شايفين قبل المباراه ان مش هقول مين اضعف الخطوط، لكن الخطوط اللي ممكن تشتغل عليها هما الاثنين قلبي الدفاع اللي كانوا موجودين، توجاي ومرياح. لكن احنا تعاملنا معاهم في المميزات اللي عندهم في الحاجات العاليه، هما في الحاجات العاليه مميزين جدا، في الالتحامات هما في الالتحامات مميزين جدا. الكره الوحيده اللي اسامه ابو علي قدر يشتغل فردي، قدر ان هو يعدي، لكن زي ما قلت لك يا بركات ان انت متسرع ان انت تشوط على الجون، ان انت بتفكر ان انا اجيب جول، لان هو كان واخد القرار، هو ما عدى هو واخد القرار عايز يشوط. لو رفع عينه كان ممكن يشوف بيرسيتاو، كان مزبوط. ممكن يشوف امام يعني، نفس الكلام لامام مع وسام لما حب يشتغل على 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 ال 18 وياخد الكره الثانيه برضه عشان يشتغل تصويب، كان ممكن تتعمل على حسين برضه. فكل الحاجات دي حاجات يعني النادي الاهلي المفروض بيعمل الحاجات دي بتكرارات كتير. احنا بنتكلم في واحده، كل واحد ليه واحده. انت لما تشوف في اي مباراه للنادي الاهلي هتلاقي كل لعيب لوحده ليه 3 4 فرص من كده، يعني ممكن تضيع واحده بس الثانيه ممكن تبقى خطر، الثالثه ممكن تيجي جول. لكن زي ما قلت لك دي مباراه نهائي افريقيا، طبيعي ان الفرص تكون فيها قليله، طبيعي ان يكون الضغط العصبي اللي كان على اللعيبه هنا وهنا هو اتفك شويه عن النادي الاهلي مع بدايه الشوط الثاني، وكمان مع بدايه الاول 5 دقائق اول 10 دقائق في الشوط الثاني، وكمان الضغط قل شويه على مروان عطيه، فبدانا نشوف مروان هو اللي يخرج الكوره، سواء ياخد الكوره من الجنب اليمين من هنا عشان يلعب مع كريم فؤاد، او العكس ياخد من عبد المنعم او كريم فؤاد عشان يطلع الكوره لناحيه هاني. لما بيتضغط على مروان من بدري ما كنتش بتلاقي الحل من امام عاشور او من اكرم، برضو الاثنين عشان ينزل يلعب اكيد كولر مش عايز يعني يبقى عندنا عدد، وده شفناه الشوط الثاني لما نزل قفشه، لقفشه هو اللي كان بينزل جنب مروان وهو ياخد الكوره، هو اللي يقدر يلعب الحياه. قفشه لمس الكوره كتير قوي لما نزل، الحاجات اللي هي الصغيره ان انا اقدر ان انا زي بلغه الكوره يعني ان انا اقدر اسلك الامور من هنا اطلع لك تسهلك وقت المباراه بالظبط كده. هو ده واظن هو ده اللي كان مطلوب، لان الوقت اللي نزل فيه قفشه اللي هي ال 10 12 دقيقه هو ده اللي مطلوب، ان انت تنزل تعمل دورك. ممكن الزياده على الدور ان انت ممكن تعمل تصويبه على المرمى، ان انت تعمل باص. هل ممكن كولر يفكر ان قفشه يبقى له دور من بدايه المباراه اللي جايه؟ لانك انت بعد اسبوع هيبقى فكرك بتتكلم بفكر تاني مختلف. مزبوط. هيبقى لازم يكون عندك حرص، لازم. لان واحد ديت لا قدر الله ادي البطوله راحت، ولكن الراجل اكيد بيفكر انه يهاجم يسجل، ولكن اكيد هيبقى في حرص. ولكن هل ممكن بتفكيرنا احنا هقول لك كل شيء جايز، خلي ان شاء الله بس يرجعوا بالسلامه والاسبوع يعدي على خير اثناء التمرين والتجهيز للمباراه. دعم جمهور النادي الاهلي استاد القاهره، ان شاء الله النادي الاهلي بعد المباراه نحتفل بالبطوله. لكن اقول لك لو هنا دماغ كولر ما بيغيرش لا. خصوصا ان احنا اتفقنا ان هو قلنا ان هو التشكيل الامثل، هو الاقرب ان هو يلعب بنفس التشكيل ويبدا بيه يوم لو كان في مباراه في النص، يعني في مش اسبوع، في 10 ايام فمحطوط لك مباراه في الدوري، كنت ممكن تلاقي 4 5 لعيبه متغيرين، لكن حاليا ما اظنش. الريكفري، هدوء، استعداد للمباراه، ولو هيحصل تغيير انا ما اقدرش اسمي لك مين، لكن ممكن يبقى تغييره واحده لكن برضه مش في نص الملعب، هتلاقيهم في المهاجمين. هتلاقيهم في المهاجمين، يعني التغيير هتبقى في الثلاثه اللي فوق، ممكن على حساب حسين، ممكن جناح، على حساب راس حربة. على الرغم ان الثلاثه هنا في مصر ادائهم هيكون مختلف عن تونس. في تونس كان في واجبات دفاعيه، وشفنا قد ايه بيرسيتاو مع هاني بذل مجهود في الدفاع، حسين الشحات مع كريم فؤاد بذل مجهود في الحالات الدفاعيه. الضغط اكتر هيكون على لعيبه نص الملعب، هيكون في واجبات هجوميه لامام عاشور اكتر، لحسين، لتاو، لهاني.
طبعا في غياب علي معلول، رغم ان انا بشوف ان كريم باك يمين او باك شمال هيعملها كويس، ولو اللعيبه عندهم ثقه اكتر في كريم فؤاد النهارده كان ممكن يشتغل، لان شايفه انه عنده مش هقول جراءه، عايز يروح في ظهر حسين، والمساحات كانت موجوده كانت يعني موجودة، ودي هتبقى موجوده هنا ان شاء الله. الامور هنا ان شاء الله تبقى متغيره للافضل بالنسبه للنادي الاهلي، لكن اللي احنا ناكد عليه من النهارده وبعد المباراه مباشره ان خمسه ان الاول شوط انتهى في ايجابيات وفي سلبيات، الفرقتين شافوا بعض كويس والفرقتين عارفين بعض كويس، وعارفين ان المباراه هنا مش سهله للفرقتين، للنادي الاهلي والنادي الترجي، واحترام نادي الترجي ليك وانت ماسك الكوره وبينزل تحت نص الملعب لانه عارف امكانيات لعيبه النادي الاهلي وعارف ان هو بيلعب بطل افريقيا وهيعملها بشكل اكبر لان هو هيشتغل هنا على التحولات اكتر وعلى الهجمات المرتده زي ما عمل مع صن داونز، فلازم كبرضه كنادي اهلي ان انا ابقى حريص ان انا عارف الفريق اللي قدام هو امكانياته ايه يقدر يعمل ايه. النهارده ما شفناش كتير غشه في الجانب الهجومي، في الجانب الهجومي حسام الدين غشه، لعيب سريع جزائري سريع بيشتغل على التحولات كويس جدا، في مباراه صن داونز كان مميز جدا بس برضه ما لقاش المساحات برضه، يعني عشان كده ما شفناش هاني كتير في الجزء الامامي. على فكره يا بركات هو نفس الكلام بس مع اختلاف الاسماء، لمحمد بن حميده في الترجي الباك شمال هو من الناس برضه زي علي معلول اللي بيهاجم كتير، ما شفناهوش النهارده ما اشتغلش بشكل كبير مع انه لعيب مميز. نفس الكلام لمحمد بن علي الباك يمين، واتغير كمان ونزل مكانه باك عنده واجبات هجوميه شنيبه ده اكتر، لما بينزل على اساس ان هو ياخد التلت الاخير من الملعب الهجومي، لا برضه ما شفناش حد الحمد لله في ظهر كريم زي ما بيقول طبعا الكابتن عماد النحاس. اكيد كان في تحفظ كبير جدا من جانب الفرقتين، انت بتتكلم في مباراه نهائيه وان شاء الله زي ما بنقول هيفكر كولر على مدار اسبوع، هيشوف ايه المطلوب، هيحفظ لعيبته، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعمل لنا مباراه كبيره باذن الله يوم السبت اللي جاي ويتوج باللقب. هنطلع فاصل ومكملين مع حضراتكم في الريمونتادا. لسه مكملين مع حضراتكم في الريمونتادا، ولسه مكملين طبعا مع الكابتن عماد النحاس. كولر ادار المباراه بشكل موفق اعتقد يا كابتن عماد النحاس. اكيد وكلامه كمان حتى في المؤتمر بيوافق زي كلامنا بالظبط. تعال نشوف عمده قال ايه في المؤتمر ونستعرض التصريحات بتاعته. قال كانت مباراه قويه، لم ندخل المباراه بالشكل المطلوب في الشوط الاول لكننا تحسننا بعد ذلك في الشوط الثاني. أنهينا الشوط الأول وكل شيء على ما هو عليه، الآن أمامنا الشوط الأهم في القاهرة، علينا أن نركز على غلق المساحات على الترجي وعدم منحهم المساحة وفي نفس الوقت خلق الفرص دون اندفاع. زي ما قلت لك هو نفس الكلام اللي احنا يعني اتكلمنا فيه. احنا قلنا الشوط الأول النادي الأهلي كان في تحفظ من الفرقتين، لكن النادي الاهلي كان المفروض في الاستحواذ يكون اقوى، في خلق الفرص كان المفروض يكون اقوى. الشوط الثاني زي ما اتفقنا ان الضغط لما هديت شويه لعيبه النادي الاهلي وقدرت ان انت تعمل استحواذ، قدرنا نشوف النادي الاهلي في الثلث الاخير لفريق الترجي. واتكلم على الشوط الاول كمباراه انتهت في رادس، والمباراه الثانيه هنا وركز، قال لك وركز على تخلق فرص دون اندفاع عشان هو عارف ان الترجي بيعمل تحولات بشكل كبير والمرتده بالنسبه له هتكون ما تشكلش خطوره على النادي طبعا. بالاضافه لكده كان الراجل اتكلم برضو يعني في المؤتمر على حته التحكيميه ان هم انفعلوا، كان باين عليه على الخط قال ان هو كان في اوفسايد المفروض كان يعني ماشي الحكم ما رفعش، هم هو خد الكوره وابتدى كنادي اهلي يروح يعمل هجمه، ايه الحكم قام مصفر وقام قاطع عليه الهجمه. سريعا عمده عشان عايزين نطلع فاصل ونلحق نتكلم على الزمالك شويه، رايك في الاداء التحكيمي النهارده؟ يعني مش هقول انه كان في تحفظ بعض الشيء في الفاولات، يعني الفاولات كانت بتحسب كتير او فاولات كتير مالهاش لازمه، حسيت انه بادئ شويه متوتر، يعني المباراه كبيره رغم ان الحكم غربال حكم كبير طبعا مش صغير، لكن حسيت بعض شيء الشوط الاول بالذات خاصه في قرار الفاولات، يعني كان في وقت كان ممكن اتاحت فرصه ان اللعب يبقى شغال، حتى كمان في الكروت بدا بدري عشان يهدي لعيبه النادي الاهلي، لا طلع انذار لكريم فؤاد مع اول فاول كان ممكن يتحسب تفاول، في فاول على على على
اكرم مش فاول برضو الصوره خدعته من بعيد، خاصه هي الناحيه العكسيه من حامل الرايه. ده هو الراجل انا فاكر في مكان خطر جدا، والحاجات اللي هم بيبقوا مستنيينها الراجل عدى ورمى نفسه. غير كده ما فيش يعني، ما حسيتش ان هو قراراته ما اثرتش على نتيجه المباراه يعني، لكن هو حكم كبير ما كانش ينفع يبان عليه التوتر يعني. طيب فاصل ومكملين مع حضراتكم في الريمونتادا. I start for the end. Shikabala is out. Regarding the probabilities, both teams achieved to the final. We played the semi-final, Berkane not. But both teams show that everything can happen in the game. We can say that we are in the halftime of one long game of 180 minutes. We are in the halftime of one game that have 180 minutes. احنا في بين الشوطين يعني، والماتش كله حوالي 120 دقيقة. احنا دلوقتي في الاكسترا تايم. We are in the halftime. The game is open. Everything can happen. احنا بين الشوطين والماتش مفتوح، كل حاجة ممكن تحصل. We know that as a club, Zamalek is bigger than Berkane. واحنا عارفين ان احنا كنادي اكبر من نهضة بركان. And all our fans are expecting a fantastic game and that we turn the result and could get in the final. وجمهورنا مستني منها مباراة رائعة ان احنا نقدر ان شاء الله نحول النتيجة لصالحنا. And what all of us want. احنا كلنا عاوزين. Because all of us we love football. كلنا حابين الكورة. نحب الكورة. Is that we can talk about a fair winner. ممكن نتكلم يعني a fair winner it means under just under the football rules. كلنا عاوزين ماتش فير يعني تحت قواعد كرة القدم. That the football don't give any chance. الكرة ما بتديش أي فرصة. From any outside influence. من أي حد، من أي حاجة خارجية يعني. Change the magic football that all of us love. تغير يعني كرة القدم اللي احنا بنحبها. شوف معناها احنا ديما ماذا بينا نجنبوا التصريحات هذه، بالعكس تربيتنا واخلاقنا ومعاملاتنا، حتى كي نتكلموا مع اللاعبين بتاعنا، حتى كي تحس انه انت اقوى من الفريق الثاني، بالعكس لازم تحترم فريق، تحترم مكونات الفريق. وبالنسبه لنا نادي الزمالك نادي كبير وعنده قاعده جماهيريه كبيره، وفي السنين الاخرى نعتبر كان نادي كبير، الالقاب هي اللي تتكلم عليه، وعنده لاعبين ممتازين بصراحه. الحقيقه ممكن نستغرب شويه من التصريح، لانه مثلا نشوف صاحب المركز الاول في الدوري المصري بيراميدز، ومن احسن الفرق اللي تلعب في الكونفدراليه فيوتشر، ما عندهمش قاعده جماهيريه كبيره وحديثي العهد معناها، فهمت؟ ولذلك ممكن لازم نحترم شويه المنافس ونعطيه قيمه للمنافس. وتحب ولا تكره احنا انتصرنا على الزمالك، ما نحبش ندخل في التفاصيل، ولكن احنا نحترم الناس كلها. نتصور من ناحيه الحماس والموتيفاسيون هذا فينال، هذا نهائي اكيد اللاعب باش يكون متحمس ويكون نوعا ما من الضغط على اللاعب وعلى الجمهور وعلى المسؤول وعلى المدرب. تعرف انه منذ نهايه ماتش الذهاب والافكار كلها تحوم على ماتش العوده، كيفاش يكون، كل ما يزيد يوم كل ما يزيد الضغط. فدورنا انه نقص الضغط على اللاعبين بتاعنا ونحسهم انه ماتش كره قدم. طبعا يعني شفنا طبعا بعض من تصريحات معين الشعباني المدير الفني لنهضة بركان وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، وطبعا
المباراة المهمة اللي هتلعب بكرة إن شاء الله الزمالك، و المباراة النهائية يعني إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد المباراة اللي اتلعبت الأسبوع اللي فات واللي من خلالها قدر نهضة بركان إن هو يحسم الشوط الأول منها بعد الفوز على نادي الزمالك 2-1. عماد يهمنا، شفت فرقة نهضة بركان مستوى الفني، شفت إزاي النتيجة اللي طلع بها المباراة الأولى وهزيمة نادي الزمالك 1-2؟ النتيجة هي بالنسبة لنادي الزمالك النتيجة إيجابية، فوز هنا إن شاء الله 1-0 بكرة يفوز إن شاء الله بالبطولة. المباراة قسم المباراة بركات زي ما اتكلمنا، أول ربع ساعة كان فيه أخطاء كتير استغلها مع ضغط الجمهور مع جزء برضو فيها تحكيم مع أخطاء للمدافعين كلفت نادي الزمالك هدفين. برضو كان الشوط الأول مش هو ده نادي الزمالك، ده توتر النهائي يا عماد، يعني دخول الزمالك المباراة الأولى في أول 10 دقايق بالشكل دوت وتلاقي نفسك خسران 2 في مباراة نهائية، هل ده توتر؟ توتر مع كمان فارغ خبرات، يعني برضو توتر مع فارغ خبرات، ضربة الجزاء تهور من حسام عبد المجيد، الهدف الثاني من الكرة ثابتة برضو الفاول اللي اتعمل أصلاً، يعني أصلاً من الفاول اللي اتعمل الراجل وشه باصص للمدرج بره الملعب خالص، لكن برضو بركات يحسب لنادي الزمالك إن هو الشوط الثاني قدر إن هو يرجع للمباراة، قدر إنه يقدم شوط يديك إيحاء إن الزمالك هنا البطولة إن شاء الله في مصر، وده اللي الواحد بيتمناه من أول وصول النادي الأهلي ونادي الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا أو لنهائي الكونفدرالية، إن إحنا إن شاء الله هنشوف سوبر أفريقي بمصر. هل المستوى الفني الفريق نهضة بركان يقلقك أو يخوفك؟ والله أنا الفرقة على حسب الماتشات اللي شفتها لهم في أفريقيا ومعهم كمان يعني معين الشعبان حد متمرس واشتغل هنا في مصر ويعرف نادي الزمالك كويس جدا ويعرف تفاصيل كمان الدوري المصري بتاعنا بحكم أنه اشتغل مع نادي المصري واشتغل مع نادي سيراميكا ومتمرس سواء كان في الترجي، فعارف الأجواء في أفريقيا عاملة إزاي والأجواء دي ممكن يتعامل معها إزاي. نهضة بركان سبق قبل كده ولعب نادي الزمالك ونادي الزمالك قدر ان هو يتغلب عليه ويفوز. بالك يا كابتن ماهر كان زعلان من الكلمتين اللي اتقالوا في المؤتمر النهارده لجوميز ان هو بيقول ان الزمالك اكبر من نادي نهضة بركان، ولكن برضو يعني جوميز اكد ان ما حدش يحرف تصريحاتي، يعني انا بتكلم ان كل الناس عارفه ان نادي الزمالك كبير، هو ما كانش قصد ان هو يقلل باي حال من الاحوال ولا حد يقدر يقلل من فريق نهضة بركان يعني اللي هو مكسر الدنيا في بطوله كاس الكونفدراليه ديت على مدار السنين اللي فاتت. يعني مظبوط، وما اظنش ان في مؤتمر صحفي قبل المباراة بيوم مدير فني كبير مع نادي الزمالك الاسم والنادي الكبير ان انت تقلل من الفريق اللي قدامك. انا شايف ان ممكن شوية يكون الترجمة هي اللي كان فيها، مش هقول ان فيها مشكلة او ان انا بقول ان نادي الزمالك هو نادي كبير، لكن مش هقول اكبر من، اكيد ان انا هقول نادي الزمالك نادي كبير ومتمرس وده طبيعي ان نادي الزمالك نادي كبير يعني. لا هي دي ممكن تكون الكلمه من نادي كبير، لكن اكبر من دي هي ممكن تكون طبعا هي كلمه اكيد ان هي تزعل يعني، لكن هي مباراه تفاصيلها برضو صغيره ما تضمنش. نهضة بركان اداء الشوط الاول في مباراه الذهاب برضو يلاك، عنده لعيب عندها خبرات، عنده جهاز فني عنده خبرات في ازاي يدير المباراه في افريقيا. نفس الكلام نادي الزمالك اللي بيعول بكره على الجمهور والمسانده الجماهيريه والخبرات اللي موجوده سواء عمر جابر او زيزو او سيف الدين الجزيري او المسلوسي مع عواد اللي يقدروا يساعدوا زمايلهم. كان نفسه يكون شيكابالا موجود على الدكه مع اللعيبه او في الملعب، ولكن كلاعب خبرات، لكن عشان الاصابه فهو غالبا بس مكبر. اعتقد ان رجوع مصطفى شلبي طبعا هنشوف اذا كان الراجل هياخد قرار انه يدفع بيه، ولكن اعتقد ان هو في الوقت اللي كان فيه مصاب شيكابالا مع مصطفى شلبي كان الزمالك كان عنده مشكله، ويمكن بنت من المباراه الاولانيه ان هو عايز حد يلعب في المكان دوت، فالراجل بيضطر ان هو يلعب سامسونج فالدنيا ما بتبقاش ماشيه كويس. في الدوري ساعات اهو بتمشي الدنيا مثلا بنصر ماهر، ولكن اعتقد وجود مصطفى شلبي ورجوع عماد ده يفرق مع نادي الزمالك. اكيد طبعا اكيد، وانا يمكن حاطط كده يعني تشكيل نادي الزمالك لمباراه. قول لي التشكيل بكره. فانا حاطط يعني خط الدفاع زي ما هو، عواد كحارس مرمى مع حسام عبد المجيد والمسلوسي وعمر جابر وفتوح، وممكن دونجا وشحاته واحمد حمدي زي ما شفناهم في المباراه الاولى، خاصه ان هم الشوط الثاني لما قدروا يعملوا استحواذ قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب، شفنا شكل نادي الزمالك متغير. زيزو وشلبي والجزيري الثلاثه اللي عندهم حيويه اللي عندهم سرعات اللي بيعرفوا يشتغلوا على الجون كويس،
ومفاتيح لعب كبيرة لنادي الزمالك. عايز اسالك عن شحاته بالتحديد يا عماد، والشكل اللي هو ظهر بيه مؤخرا مع نادي الزمالك. نفس السؤال ساله لي ميدو قبل المباراه الاولى، وانا قلت له انا شحاته انا مرنته في نادي طلائع الجيش، قلت له من اللعيبه المميزين في نص الملعب في المنتخب الاولمبي. هي بس كان المشكله في البدايه، مدرب لسه جاي جديد ولعيب لسه يعني جاي نادي الزمالك. بتقول طلائع الجيش، هو في طلائع الجيش الراجل كان بيلعب وهو يعني لسه لعيب شاب وصغير، ولكن مش خايف وعنده ثقه وعنده شخصيه كبيره جدا. هي دي بس اللي فرقت معاه بركات، ان انت اطلع من نادي طلائع الجيش اروح نادي الزمالك مع مدير فني لسه جاي جديد ما يعرفش شحاته وما عندوش خلفيه عن برضه عن الاداء واللعيبه المصريين وهو ممكن يوصل لغايه فين. بدايته غالبا كانت مباراه الاسماعيلي او مباراه الاهلي اداؤه ما كانش افضل شيء، لكن النهارده هو بيأدي الادوار اللي بشوفها مع المنتخب، اللي شفتها مثلا في الفتره اللي شفتها له في نادي طلائع الجيش. عنده ثقه، لعيب بيقدر يشتغل بوكس تو بوكس، يشتغل من 18 لل 18 بشكل كويس، عنده تصويبات على المرمى، مجهوده كويس في نص الملعب. لسه عنده اداء افضل كمان من اللي هو ظاهر عليه كمحمد شحاته في مع نادي الزمالك. ما كنا بنتكلم على الترجي من شويه، قلنا ان هو الترجي في مصر توقعنا ان هو هيجي هيقفل الدنيا وهيلعب على التحولات. هل دي نفس الطريقه اللي بيفكر فيها نهضه بركان، وممكن نشوف بكره نهضه بركان بينفذها مع نادي الزمالك؟ اكيد طبعا، هو عنده بيلعب على فرصتين. اول فرصه ان هو المباراه مش 0-0، هو كسبان بالظبط، بس برضه اللي هو المكسب اللي هو اللي يخدعك ان انت لو دخل اي يعني جول ان شاء الله نادي الزمالك في اي وقت خلاص انت خسرت البطوله. فهيلعب على تامين دفاع كويس، العب على المرتدات، وكمان حريص ان هو يعوض الهدف اللي دخل مرمى. في كل الاحوال الموضوع محتاج هدوء، محتاج ان انت تبقى مركز، محتاج ان انت هتجيب جول في اي وقت، ما يبقاش فيه اندفاع. وهكرر كمان ان الجمهور طبعا هيبقى مالي الاستاد بكره، ولكن الجمهور ما تضغطش على اللعيبه عشان الجون مزبوط. بيجي في الدقيقه الاولى ودي بيجي في الدقيقه 90. طبعا مطلوب هدوء، الحماس موجود والجمهور هيدفعك، لكن وانت بتعمل تعليمات او بتنفذ تعليمات الجهاز الفني. لما يقول ما فيش اندفاع ويبقى عندك، خاصة ان انت عندك الخط الامامي زيزو والجزيري وشلبي، مع وجود احمد حمدي، مع وجود شحاتة، مع وجود فتوح في الجنب الشمال، مع وجود برضه عمر، تقدر تسجل جابر، تقدر تسجل في اي وقت. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك، وزي ما اتفقنا بركات ان شاء الله ان يكون النادي الاهلي ونادي الزمالك في السوبر الافريقي ان شاء الله. يا عمده شرفتني ونورتني، ان شاء الله اشوفك على خير قريب، وزي ما بيقول الكابتن عماد النحاس يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك بكره، ويقدر ان هو يحسم لقب الكونفدراليه وهو قادر. وان شاء الله برضو نبارك يوم السبت اللي جاي للنادي الاهلي، وزي ما بيقول الكابتن عماد النحاس الزمالك بطل، يكون بطل الكونفدراليه، والاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. كده انتهت حلقتنا النهارده، بكره يوم جديد وحلقه جديده من الريمونتادا. تصبحوا على خير.